السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الفيديو الأول في سلسلة الدعوة إلى الله، أساليبها وأحكامها ومسائلها. وفي هذا المقطع رح نتناول موضوع الأصناف التي توجه لها الدعوة، مين الفئات المستهدفة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن الدعوة مفهوم واسع ومعنى عريض. لذلك نقول أن الفئة الأولى المستهدفة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هم كل غير المسلمين، وهذا يشمل أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويشمل أصحاب الديانات الوضعية والقوانين الأرضية، ويشمل الملاحدة على اختلاف مسمياتهم وأصنافهم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا. شوف هذا النداء الراقي الذي يحمل، أول ما يحمل الاعتراف بالآخر والشعور بضرورة أن يكون معنا في هذه الوحدة الواحدة في رسالة الإسلام العالمية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. في حدا يعني عاقل ومنصف وعنده حسن اتباع لرسالات السماء لا يريد أن يكون له إلها واحدا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟ هذه الفئة تحتاج في مسائلها إلى شرح قد يطول، ولكن نعيدكم إن شاء الله في هذه السلسلة أن نعرض إلى بعض النماذج من محاورة ومجادلة غير المسلمين وفقه دعوة غير المسلمين على أساس قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه هي الفئة الأولى. الفئة الثانية المستهدفة بالدعوة إلى الله: المسلمين العصاة، أو قل المسلمين المقصرين الذين غلبتهم شهواتهم وقهرتهم مغريات الحياة، وسيطر عليهم الشيطان بشركه ونفثه ووسوسته حتى انساقوا وراء الشهوات وارتكبوا كثيرا من المعاصي والآثام، سواء كانت هذه من الكبائر أو الصغائر. والإسلام ينظر إلى موضوع الدعوة للمسلمين فيما بينهم على أنه أمر مفصلي في الحياة الاجتماعية التي تقوم على تحمل الهم وعدم قبول الخطأ واستمراء الناس عليه وانتشاره واعتياده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح به الخبر: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه بهذا المثال المجتمع المسلم بالسفينة، ويشبه أفراده بمن يسكن في هذين الطابقين، فقسم منهم يقيم أوامر الله ويرعى حرمات الله ويعظم شعائر الله، والقسم الآخر هو الذي في السفل في الطابق الأسفل لا يعني لا يقيم أوامر الله ولا يعظم شعائر الله ولا يرعوي عن يعني منع نفسه من ارتكاب المعاصي والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الطابق العلوي الذين هم قائمون على أوامر الله معظمون لشعائر الله، فإن تركوهم وما أرادوا أن يخرقوا في السفينة فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أي منعوهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث لا يدع مجالا بعده للشك أن المسؤولية في المجتمع والمناصحة بين أفراد المسلمين تجب على كل أفراده، كل حسب طاعته وعلمه وإمكاناته. ولهذا أيضا إن شاء الله لنا معكم فيديوهات قادمة. الفئة الثالثة المستهدفة هي فئة المؤمنين،
وقد يستغرب بعضكم وهل المؤمنون بحاجة إلى دعوة؟ نعم المؤمنون بحاجة إلى دعوة، ولكن من مؤمنين أمثالهم، يعني يحتاجون إلى التذكير. دعوة المؤمن تكون بالتذكير، أليس الله سبحانه وتعالى هو القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ والله سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن فقال سبحانه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ودعوة المؤمنين بالمناصحة لزيادة الهمة ورفع العزيمة ودفع وسوسة الشيطان وكيده حتى لا تدخل إلى قلب هؤلاء الطائفة المؤمنة التقية النقية، مع ذلك الله سبحانه وتعالى وكأنه يريد أن يفهمنا أن المؤمن على إيمانه، هو بشر يصيب ويخطئ وقد تزل قدمه أو لسانه أو عينه هنا أو هناك في مواقف بصيرة ولا في مواقف بسيطة، ولكن هذا يكون كله ضمن دائرة أن هذا بشر، فهو ليس ملكا مقربا وهو ليس نبيا معصوما من الخطأ. والله سبحانه وتعالى وهو يعدد لنا صفات عباده المؤمنين الأتقياء قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني قد يظهر هذا السلوك من المؤمن، ولكن الشاهد في الموضوع أن المؤمن لا يصر، لا يستديم، نفسه لا, 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 لا تطيب. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه هي الفئات الثلاثة المستهدفة في الدعوة إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا من لدنه علما، والسلام عليكم ورحمة الله.